برضه مهم جدا عن التعاقدات الخاصة بالنادي الأهلي، لأن احنا سمعنا كلام كتير جدا مؤخرا، فاحنا بنحسم هنا لما بناخد الكلام من المصدر. لما بيبقى في حاجة زي ما بنقول بتتقال بشكل رسمي، فأمير توفيق بقى مدير التعاقدات بالنادي نفى تعاقد الأهلي مع مهاجمين جدد خلاص قولا واحدا، سواء هنا من اللاعبين المحليين أو من جنسيات أخرى. أكد أن كل ما يتردد في هذا الشأن كلام عار تماما من الصحة، وقال كمان فريق الكرة بالنادي بيعيش حالة من الاستقرار الشديد على كافة الأصعدة، وبيضم نخبة من أبرز اللاعبين في كل الخطوط، وأن تركيز الجميع بينصب على توفير الأجواء المناسبة للفريق في مشواره الأفريقي والمحلي لمواصلة تحقيق البطولات والانتصارات. كلام مظبوط. الأهلي طبعا يعني لما بيكون عنده حاجة بيعلنها بطبيعة الحال، والإعلان دايما بيكون بشكل رسمي. كمان أمير توفيق أكد أنه لا صحة تماما لما تردد عن تلقي ترشيحات لضم لاعبين جدد في الوقت الراهن، خصوصا مع تبقي فترة طويلة على نهاية الموسم، وأن التعاقد على صفقات جديدة بالنادي الأهلي دايما بيجري وفقا لمعايير محددة، لأنه كمان بيتم تقييم الأمور من كافة الجوانب بعد نهاية الموسم ومناقشة رؤية الجهاز الفني مع لجنة التخطيط للكرة، وطبعا بالرجوع إلى كابتن محمود الخطيب رئيس النادي. والمفوض في هذا الشأن طبعا هو كابتن محمود الخطيب. كمان قال أمير توفيق أن الفترة الحالية لم تشهد التطرق إلى التفاوض أو التعاقد مع لاعبين جدد في أي مركز من المراكز، خصوصا أن الهدف الرئيسي في المرحلة الحالية هو دعم الفريق ومساندته لتحقيق طموحات جماهير النادي الأهلي على كافة المستويات بعد الفوز ببطولة الدوري وكأس ودوري أبطال إفريقيا وبرونزية كأس العالم للأندية.